يسعد صباحكم أحبتي، أهلا وسهلا ومرحبا وفقرة الأبراج لهذا اليوم. صباح مبارك إن شاء الله على الجميع، أتمناه لكم. وشلون أني ويا حسناء وعمر؟ شلون ويا حسناء وعمراني؟ يا ربي وإلهي الله يتمم للجميع الخير والصحة والعافية، ويجعلكم جميعا جميعا تحت رحمته وبركته، اللي إن شاء الله دائما تسهل عليكم الطرق وتسهل عليكم حياتكم ونجاحات إن شاء الله في حياتكم العامة وفي حياتكم الشخصية وفي حياتكم كذلك الدينية. أهلا وسهلا بكم أحبتي كل الهلة. أحبتي هناك نصيحتين فلكيتين نقدمها لكم هذا اليوم. أولها شوية يعني مدى تشوفون بداية شوية خفيفة، لأنه أكو فد توجيه، وهذا التوجيه يقول أنه كوكب المريخ راح يبدي ينتقل إلى برج الميزان، راح يكون يوم 15 إن شاء الله في برج الميزان. اليوم إحنا 13، يعني ما بقال شيء ويغير الخارطة الفلكية بانتقالته إلى برج الميزان. برج الميزان دا يستقبل هل الضغط اللي دا يخص يعني كوكب المريخ، لأن دا يريد ينتقل. وإحنا مثل ما نعرف وأصبحنا نعلم أنه برج كوكب المريخ هو ليس كوكب الحال، إنما عنده أيضا هو أقمار اثنين، فوبوس وديموس. فالمريخ وفوبوس وديموس، فمن دا يريد يجي ينتقل عندنا فد برج نوجه أو نخلي عليه فد يعني نقطة استفهام. يعني الأمهات اللي أبنائهم من مواليد برج الميزان وخصوصا الأطفال شوية راح يكون غير مطيع، عصبي المزاج، الأطعمة اللي تناولوها إلهم يعني أتمنى من كل قلبي تكون شوية قليلة الدسم. تحاولون قدر المستطاع أنه في هذه الفترة ما تستخدمون وياهم أسلوب التعنيف، يعني إذا تشوفوه عصبي دورات مثلا من الأم توجه الطفل على فد موضوع معين، أحيانا تشوفوه يخجل، أحيانا لا تشوفوه يرد أو يتصرف التصرفات كأنما يقوم يتصرف بأمور مثلا انفعالية، يعبر عن انفعاله. إذا وجه له شخص مثلا فد كلام أو فد توجيه شوية حاد بقسوة راح ينطلق إلى أحد أفراد الأسرة يطلع قهربي. فهذا إحنا كمربين كأهالي ننتبه إلى أولا أبنائنا الأطفال وكذلك المراهقين، إذا بدر من عندهم هاليومين شوية نكون أكثر توجيه بالتصرف وياهم. ليش؟ لأنه المريخ ويا الشمس، الشمس هم دا تريد تنتقل ودخلت للعشرية الثانية، بس المريخ أقرب، فمولود برج الميزان اليوم مسلط عليه الضوء تسليط تام تام. فهذه الفترة مواليد برج الميزان شوية نحافظ على طيب إذا أنا كوكبة المريخ دا تضايقني أو دا تريد مثلا دا تضغط على هالمواليد، زين شلون نتصرف؟ شلون نتصرف خصوصا من الناحية النفسية؟ مثل ما ذكرت الآباء الأمهات الزوجات، وأركز على الزوجات. ليش؟ لأنه الزوجة هي اللي تكون أكثر عاطفة وأكثر أمومة وأكثر يعني رغبة في الأم تلم. ليش يقولون الأم تلم؟ فهي اللي تلم الأسرة، عليها تقع هذه الأعباء، رغم كون أنه هي أيضا إنسان يحس ويشعر أحيانا يتضايق، بس يمكن ما رح نجدها. هسه مثلا الأم اللي عندها مثلا على سبيل المثال زوج من مواليد برج الميزان وابن من مواليد برج الميزان، هاليومين شوية رح يتعبوها. فشو تسوي؟ أول شيء إذن من طين وأخرى من عجين، إذن من طين إذن من عجين. لا تكونون في هاليومين مع أبنائكم قسات أو تعاقبوهم بطريقة شوية خارجة عن المألوف، يعني التعنيف أو التوبيخ الشديد أو الكلام الثقيل شوية يكون من حق المربي ربي أبنائه، لكن أكو أوقات
نوجه لهم الكلام، أكو أوقات لا يكون الرد عكسي، الرد عكسي. فهذه الفترة أريدكم تكونون أكثر رفقة وأكثر طيبة وأكثر تفهم في التعامل مع الأطفال والمراهقين. هذا من باب. نجي على الزوجة والأزواج، اللي الزوجة اللي عندها زوج من مواليد برج الميزان شوية طولي بالك حبيبتي. الشيء الثاني إنه هم مواليد برج الميزان بذاتهم شي يسوون، يعني أنت بالذات المريخ ضاغط عليك. نجي من الناحية النفسية ونجي من الناحية الطبية، قد تشعرون شوية بأعراض التهابات، ممكن التهاب حنجرة، التهاب بلعوم، التهابات فيما يخص الجسد. فلهذا السبب لا تطلعون وتطبون هواية، لأن إحنا ضمن جائحة فيروس كورونا، يعني هذا فتشي أشدد عليه. الشيء الثاني إنه لما دا أعرف نفسي إنه أني شوية راح تكون نفسيتي متراجعة، فأبتعد عن الشر وأغني له، أروح أؤدي واجبي أكمله، أخلي أقول يا الله سهل لي طريقي، اجعلني أكون أسوة صالحة وحسنة، أقضي شغلي وأطلع. ماكو داعي مثلا أواجه ناس لأنه يمكن قد تكون الفترة الغير مناسبة للمواجهة. يعني في يوم مثلا تكون الرياح عاتية أجي أفتح الشبابيك والأبواب، طبعا راح تدخل الرياح علي وتفعل ما لا يستحب. إذن أكو أوقات نفتح النافذة وقت اللي تكون نسمة عليلة، أشعة صافية. فهالأمور هذه يمكن إحنا كمعالجين نفسيين من خلال علم الأبراج بالنسبة لمواليد برج الميزان في هذه الفترة، يعني أحاول قدر المستطاع ما أطلع، أحافظ على صحتي، أكل التوابل لأنه جسمكم راح يكون شوية متحسس، فأكل التوابل يثير نوع من الحساسية العصبية المفرطة، ممكن تسبب لكم ظهور بقع جلدية. فهالأمور ما إلها داعي. أمشي هالفترة مثل ما يقول، والإنسان ذكرت لكم وهاي ترى حكمة وقدرة. من أصحى صباحا أقول يا ربي ساعدني، أو ليكن أنه اليوم أمشي بهدوء تام. ثقوا، من تريد تجون تصيرون عصبيين أو يصير في الظرف معين، رأسا المخ راح يرسل لكم إشارة يقول لك أنت مو ذكرت أنه هاي الفترة لازم شوية تكون أقل حدة، فتهدئ. برمجة العقل صباحا هذه جدا ضرورية في تتميم الأمور. يذكر لي السيد المخرج أن هناك فاصلا إعلانيا، فأترككم معه. عندكم مناسبة ومناسبتكم باقي لها وقت قليل وحايرين ايش حتلبسون بسبب وزنكم؟ لا تضيعون وقت بالحيرة، اطلبوا المنحف الخماسي العشبي اللي اثبت سرعة حرق الدهون المتراكمة. الكرسي الخماسي يتكون من 3 علب، العلبة الأولى حارق للدهون، العلبة الثانية قاطع للشهية، العلبة الثالثة ملين ويستخدم عند الحاجة. المنتج مضمون من وزارة الصحة وخالي من أي مواد حافظة أو كيميائية. ويا المنحف الخماسي العشبي راح توصلون للجسم المثالي. عودة إلى الفقرة، وكل الهلا بيكم، وأكيد أيضاً يبلغني المخرج أنه أكو اتصالات هالمرة. يلا أهلاً وسهلاً بكل من يتصل بنا، تفضلوا. السلام عليكم. أهلا بنتي، هلا ومرحبا. أهلا نور. الله يسلمك. قلب عيوني 23/6. نعم 91. نعم أريد أعرف، يعني ثاني طلقت قلت لي أكو رجوع وماكو رجوع، يعني من شهر 11 العام ولحد السنة وطلقنا وماكو أي رجوع، فشوف يعني حياتي وأرقام الحظ. زين بنتي، الطرف الآخر
الطرف الاخر اسد اسد وسرطان. اي نعم 31/7 و طفل يعني. ان شاء الله الله يخلي لك يا بنتي، الله يخلي لك يا. انا بالفرق ما اتصلت فيه قبل يومين وانقطع عن خاطري يعني ما صوني. هو من ترجعين للكنترول احتمال يكون يعني مثلا الخط ينقطع، يعني لهم خطايا الولد ما يقصرون. اي والله انتظرت وشو انقطع. هسه عودي للكنترول وتدللين. تفضلي يا رغد يسعد صباحك. صباحك يا ست دينا، مرحبا جدا، شلون الصحة؟ يا هلا حبيبتي، يا هلا قلبي، كل الهلا، تفضلي. الله يسلمك ست دينا. انا 7/6 1985 اريد ادرس وسفر. سجلنا سؤال، برج الحوت والجوزاء متوازنين يعني؟ الحوت والجوزاء اي ما يخالف، بس هاي هسه اجاوبك عليها شويه حتى انطيك التفصيل. بين الحوت والجوزاء التوافق، تدللين ماما حبيبتي. تفضلي يا ام علي. السلام عليكم ست جنان. يا هلا ومية هلا، كل السلام. كل السلام فيه. كل السلام يا هلا 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 بيكم علاوي. ست جنان بعد قلبه حبيبتي. ست جنان عندي ابني 29/11. زين. ذيك المرة خابرتك أنا قبل سنة تقريبا بس ما سمحتيني زين. هسه 29/11. زين. 2016. نعم. أرد أشوف يعني شوية يعني هسه هو حاليا السنة راح أسجله برا وشوية يعني أحس دماغه مو ديك الاستلام، ممكن تحكي لي عنه بالتفصيل؟ رحم الله والديه في الجنان. والديك يوم ابني كبير 2010 2010 2010 هذا خوش تاريخ الحمد لله. والصغير الصغير يعني هذا ابو 29/11 29/11 هذا هم ما بي شيء ماما، ما بي شيء بس ان شاء الله. اكو اوقات انه الانسان يعني هسه اشرح لك اياها، ما اريد اخذ من رصيدك بنتي، تدللين ومعلاوي قلبي، كل الهلا كل الهلا. طيب هذا حديثنا عن مواليد برج الميزان، اذا عرفنا حينما نعطي المشكله او نوجه المشكله على الصعيد النفسي بالذات فيجب ان نعطي امامها الحلول. فهذه هي الحلول اللي ممكن انه نساعدكم بها في الفتره الحاليه. فعزيزتي الام، عزيزي الاب، كونوا اكثر رفقه بالتعامل مع الاطفال والمراهقين خصوصا من مواليد برج الميزان. وبعدين راح يجي بالدرجه الثانيه الجدي، وبعدين السرطان، وبعدين الحمل الناري. هذا شويه هالفتره نلاحظ نعرف شلون نتصرف ويا هالأبراج، وكذلك الزوجات. الزوجات إذا كان الزوج من مواليد برج الميزان، وأشدد وأأكد أكو فترات نمتنع بيها من العتاب، نمتنع بيها من توجيه اللوم، نمتنع بيها من تقديم أي اعتراض أو صياغة أفكار معينة. ليش؟ لأنه لا يكون الوقت مناسب، وحين لا يكون الوقت مناسب احنا ما نعرف ردة فعل المقابلين شنو. ساعة عصبية ممكن تكون سبب في ان البيت ينفصل او يصير فد يعني فد حالة احنا ما نريدها تحدث. فلهذا دا اركز اني هالسد، ولو يمكن اكو بقية ابراج دا تزعل من عندي يقولون لا اني انت تركزين على ابراج، لانه اني الي هدف في هذه السنة، ويا ريت الله يساعدني في تحقيق هدفي حتى اوصل الرساله. احنا ما نريد الساعه اللي يتم بيها يعني يمكن يكون انفصال، طلاق، زعل، هذا احنا ما نريده. هذا العلم ممكن يساعدنا كثيرا في معرفه كيف نتصرف في الوقت المناسب. فعزيزتي الزوجه مولود برج الميزان هاي الفتره شويه خلوه على سجيته على راحته، وكذلك اللي طالع الميزان. اللي طالع الميزان يعني من بقية الأبراج وطالع الميزان. أوكي أوكي، هاليومين شوية المريخ ضاغط جدا عليهم، ضاغط جدا، لا تكثرون الطلبات
لا تكثرون التوبيخ، وانت كذلك عزيزي مولود برج الميزان نبرمج عقلنا من الصبح، نتمم واجباتنا كما يجب، اكلنا ننتبه عليه، كثرة التوابل ما مقبولة، شرب الكميات الـ يعني المياه اللي ممكن تكون اللي يتقبلها الجسم لازم ضروري جدا. هذه يمكن تكون المشكلة والنصيحة. وهنيئا وطوبى لمن يعمل بالنصيحة إذا كانت لفائدته. هذا من باب. نأتي الآن إلى الباب الثاني والشق الثاني. القمر وين؟ القمر هاليوم ببرج القوس، وبكرة رح يكون إن شاء الله في برج الجدي. وليش دا أكد قلت تجي الدرجة الثانية الجدي؟ لأنه بكرة رح يكون القمر في برج الجدي الترابي. إذن هذه الفترة اللي ممكن يستفيدون من هذا الموضوع هو مواليد برج الدلو، مواليد برج الحمل الناري، مواليد برج الأسد، مواليد برج كذلك الميزان. فوجود القمر شوية دا يشفع هذه الفترة، بس باجر من يروح للجدي والمريخ منا دا يقترب، فيجب أن نحافظ على رباطة جأشنا، على قراراتنا، على عصبيتنا، وعلى طبيعة غذائنا. هذا اللي أتمناه يا أحبائي المشاهدين حتى نقدر نعرف شلون نتصرف في الوقت المناسب. أوكي؟ إذن الآن هذا يمكن فت خلاصة للطبيعة الفلكية. أرجع بالإجابة على الأخوة والأخوات المشاهدين. عندي أزهار تقول أني ساعة 3/17/10 و15/12، هل إنه توافق بين 27/10 وفق مجموعة أزهار و25/12؟ 25/12 جدي، و27/10 هذا يعني مولود يعني أول ما تبدي أول مجموعة العقرب، أول مجموعة العقرب تخص المريخ، وأول مجموعة من الجدي تخص المشتري. نسبة التوافق بين هذين البرجين هي 52% فقط. وهسه ال 52% على الرغم أنه هذا عقرب وهذا جدي، هذا عقرب وهذا جدي، يعني العقرب والجدي نقدر نقول أنه هم من الأبراج المتوافقة المتوافقة، لكن أكو تواريخ يعني 27 هذا يعني مريخي بحت يمتاز بعصبية قوية جدا، وعشريته مريخ ورقمه مريخ، فيكون شوية نوعا ما يمتاز بطبيعة انه عصبي، لكن العصبي شي يكون يعني يكون طيب القلب، وبنفس الحالة الوقت اللي يكون بانفعالي يعني يصبح هادئ وكأنما لم يكن يعني هذا الشيء، قلبه طيب، لكن إفراط العصبية شوية يكون عنده هو فد نوع من الإفراط بالعصبية، يعني أحيانا إذا كل شيء يصير عصبي يقوم يكسر أو يمكن يكون عنيف بالردود. فهالمسائل يجب أن نخليها أمامنا، لازم ما توصل هذا الشخص كتوافق إلى أن يوصل لها المرحلة. أوكي؟ المفروض أنه يتبع ويا هالصيغة عدم فرض الرأي، اتخاذ الوقت المناسب مثل ما هسه دا أقول لكم، أكو وقت مناسب نحكي وأكو وقت مناسب أبداً، يعني ما يكون الصمت هو أفضل طريقة لحل الإشكالات حبيبتي. فهذا التوافق شوية صح عقرب وجدي، والأولاد اللي إذا تزوج العقرب من الجدي أكو علماء يقولون يطلعون ملوك جمال، يعني الأولاد يكونون كلش حلوين الشكل زواج العقرب والجدي، وهي من الأبراج المتوافقة إلا في بعض الأرقام اللي تنطي تركيز كوكب ما. هالروح التشاؤمية تحاول الزوجة أو الزوج إنه تشيلها من هالإنسان، وهالعصبية وتعرف شلون تتعامل وياه،
في الأوقات. يعني البيت أحياناً إذا تكون العلاقة دائماً تتسم بالحذر، يعني هاي شو راح تكون العيشة؟ زوجة ويا زوج مشكلتهم سوا، عيشتهم سوا، لقمتهم سوا، ضحكتهم سوا، يعني هل من الممكن أنه على طول يبقى الطرف حذر؟ يعني هم ترهم هيجي. فهذه هي اللي تتسم بها الطبيعة، إذا أكو هذا التوافق فهذا التوافق ينبني على هالأسس، راح يكون أكو فد مصدر شوية متضرر. عندي 3/7 جاي الساعة 9:30 الصبح، هذا مولود أكيد برج السرطان، مولود برج السرطان العشرية الثانية الخاصة بكوكب عطارد. إذا كان جاي صباحاً تقولون أنه هو جاي الساعة بيش؟ الساعة 5 إلا الصبح، فيكون سرطان على جوزاء، سرطان على جوزاء. الفترة الحالية تقول أنه مواليد برج السرطان رح يستفيدون من وجود الشمس والزهرة، الشمس والزهرة. عطارد هسه هو بالميزان وعنده حركة تراجعية أيضا بالميزان، ورح يبقى فترة بالميزان حتى ينتقل للعقرب. فإحنا نشوف المواقع الإيجابية في أنه الزهرة بالعقرب، فيركز السرطان على عاطفته، طريقة تعامله مع الآخرين، فتح أبواب جديدة بالعيش مع الشريك، فترة إنجاب إيجابية. يمكن يكون هناك فد أمور تخص الأولاد أو فد خبر مفرح على أحد الأولاد، هذا يمكن يكون فد شيء يمكن بالمتاح. الشمس موجودة في برج العذراء، هذا راح يساعدكم في تنقلاتكم، في أسفاركم القريبة، وكذلك في أمور التعامل مع الآخرين. فهل فقرتين ركز عليها، هذه راح تكون هذه الفترة ناجحة. أوكي، هذه فيما يخص مواليد برج مجموعة أزهار. ننتقل إلى نور. نور تقول 23/6، 23/6 أول دخول مجموعة الشمس إلى وين؟ إلى برج السرطان المائي، وهذا الشخص يبدو أنه هو رقم 23. شوفوا، بعد السنة ما خلصت، ورقم 23 هاي السنة عنده فد مطمح راح يحققه، رغم صعوبة الأجواء ورغم الفيروسات ورغم الأشياء اللي دتحيط ورغم هالأمور، بعد ما خلصت السنة، السنة اللي رقم 23 في هذه السنة عنده فد مطمح راح يحققه أو أمنية راح تتحقق. لكن يعني لما عندي أمنية أتحقق، هل أفتح باب النافذة وأنتظر متى تتحقق الأمنية؟ لا، علي أن أعمل لذلك، لتحقيق تلك الأمنية. فشنو هو اللي بقلبكم وتتمنوا؟ اعملوا جاهداً للحصول عليه. أكو قسم منكم راح يحصل على وظيفة، أكو قسم منكم راح يجي يمكن فد ارتباط، هذا الارتباط راح يكون وهذه الفترة كلش مناسبة. ليش؟ لأن الزهرة بالعقرب، فراح ينفتح باب ارتباط جديد، يمكن يكون فد ارتباط تعويضي عما سبق. فأكو ارتباط جديد، أكو فد أمنية ممكن أن تتحقق، أكو فد شيء إيجاب. يا بنتي العزيزة، الأبراج المتجاورة، وأنصح وأبقى أنصح، الأبراج المتجاورة لا تصلح للارتباط أبداً. فلهذا السبب أحبتي نقول يا الله الخير فيما يختاره الله، على الأيام المقبلة تحمل في طياتها الجديد. وهذا الكلام نقول مو فقط نقوله لنورة حبيبتي، إنما نقوله لكل المشاهدين، لأنه حان وقت نهاية الفقرة. أتمنى لكم في حياتكم دائماً النظر لكل ما هو جديد، وإن شاء الله كل للخير. أنقل الأجواء إلى زملائي حسناء،
وعمر واشوف بعدهم ظلت العركه على مود الكيكه ورا. لا هو اكيد ان شاء الله يعني جيبها جيبها لان وعدنا قدام المشاهدين. شو تجيب لها كيكه هل قدها؟ اي مو على مود الدايت انا ما اردكم تسمعون. ما اسوي دايت انا قال لي ما اريد انا مسوي دايت بحياتي. شكرا لي السجناء على تقديم هذه الفقره مشاهدينا وصلنا وياكم للختام. كنت وياكم اني حسناء الشجيري ومسك الختام مع عمر. اكيد وانا عمر محمد يعني اكيد تحياتي لكم مشاهدينا وحبايبنا نشوفكم باكر بنفس الموعد. تقبلوا تحيات المخرج أليكس نشوفكم باكر مع السلامه الى اللقاء.